وللحديث أكثر عن الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية. إذا نرحب بك في نشرة الأخبار. هل حدثتنا عن آلية العمل بقرار زيادة مرونة الحضور والانصراف مع طرح أمثلة على ذلك إن أمكن؟ أين أهلا وسهلا. بالنسبة حق هذا القرار، يهدف هذا القرار إلى وضع قواعد موحدة وعادلة لضبط حضور والانصراف الموظفين العاملين بجهات حكومية، وذلك لمصلحة العمل وتحسين وزيادة الإنتاج وخلق بيئة عمل مريحة وملائمة للموظفين. ويطبق هذا النظام على جميع الموظفين الخاضعين لقانون أنظمة الخدمة المدنية، حيث ستكون هناك مرونة في الحضور والانصراف لما لا يزيد على 3 ساعات وفق ضوابط وشروط محددة. نعم. نعم، إذن ما هي الخطوات القادمة التي سيقوم بها جهاز الخدمة المدنية بشأن هذا القرار؟ بناء على هذا القرار سيتخذ جهاز الخدمة المدنية الإجراءات اللازمة قانونا بإصدار التعليمات المنظمة للحضور والانصراف وفق قرار تطوير سياسة الحضور والانصراف للموظف الجهات الحكومية. وسيقدم الجهاز الخدمة المدنية الرأي والمشورة الفنية الجهات الحكومية بما يخص نظام الحضور والانصراف، كما سيتم وضع نظام آلي موحد يتولى تحليل بيانات الحضور والانصراف المتوفرة لدى كافة الجهات الحكومية الخاضعة لمظلة الخدمة المدنية، وبالإضافة إلى الرقابة والتدقيق على التزام الجهات الحكومية بتنفيذ التعليمات الصادرة من جهات الخدمة المدنية. نعم سعادة السيد أحمد، إذن هل من وظائف لا ينطبق عليها هذا النظام؟ إيه، لا يسري هذا النظام على الموظفين العاملين وفق نظام النوبات والعاملين بنظام العمل الجزئي والوظائف الطبية والتعليمية والحيوية إلا بعد موافقة الجهات الخدمية بناء على المبررات التي تقدمها الجهة الحكومية. سينطبق هذا النظام على حوالي 15,000 موظف. نعم. إذن ختاما، كيف يمكن للموظف الحكومي التقديم على هذا النظام؟ الجهات الحكومية هي المخولة بتحديد الموظفين الذي تطبق عليه معايير النظام لتنظيم العمل من أجل الاستخدام الأمثل لساعات العمل الأساسية والمرنة وتحفيز الموظفين على الانضباط في الحضور والانصراف، حيث تتولى السلطة المختصة هي الجهات الحكومية مسؤولية تحديد ساعات العمل بنظام الدوام المرن لموظفيها ومنحهم المرونة في تحديد مواقيت بدء العمل وانتهاء أوقات الدوام الرسمي وفقا لمقتضيات مصلحة العمل وبشكل عادل على جميع الموظفين. نعم سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية، شكرا جزيلا لك.